حضور ملفت شهده افتتاح مهرجان بريدة للتمور هذا العام برعاية سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود أمير منطقة القصيم، والذي يعتبر أكبر مهرجان للتمور في العالم. هذا ويستقبل مهرجان بريدة آلاف الزوار يوميا، حيث يعرض إنتاج 6 ملايين نخلة بمعدل إنتاج 60,000 طن من مختلف وأفخم أنواع التمور. مراسلنا يحيى العمري زار المهرجان وعد لنا التقرير التالي. أكبر مهرجان تمور على مستوى العالم، يعرض فيه تجار التمور والمزارعون أجود أنواع التمور وأشهرها لأكثر من 6 ملايين نخلة بمعدل إنتاج 60,000 طن من مزارع منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، بما يعادل حوالي 2 ملياري ريال سعودي على مدى 40 يوما. مهرجان بريدة للتمور تظاهرة هامة بدأت تنعش المنطقة على مختلف الأصعدة وعلى رأسها الاقتصادية والسياحية، تلقى اهتماما ودعما حكوميا كبيرا تحت رعاية وإشراف سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، الذي افتتح الملتقى الاقتصادي الكبير وأكد أن المهرجان أصبح معلما أساسيا لمحافظة القصيم ومدينة بريدة بشكل خاص، وأنه فرصة للترويج السياحي والتعاون المفتوح مع مختلف القطاعات المحلية والخليجية والعربية. انعكاس هذا المهرجان أو جميع المهرجانات على السياحة الداخلية انعكاس إيجابي ومتميز. نحن نرحب الحقيقة بأشقائنا في مملكة البحرين لزيارة مثل هذه المهرجانات. لا شك بأن المهرجانات لها دور. كان لدينا الحقيقة في المنطقة هذا العام مهرجانات للصيف، مهرجانات للتسوق، أثبتت لله الحمد نجاحها، وكان النجاح باهر من فضل الله جل وعلا. أنتم الحقيقة جزء لا يتجزأ منا في التسويق لمثل هذه المهرجانات. دول مجلس التعاون هي يعني جسد واحد، كل منها إن شاء الله يتعاون مع الأعضاء الأخرى لإنجاح مثل هذه الفعاليات، واقتصادنا واحد ومصيرنا واحد وكل ما ينفعنا إن شاء الله واحد في دول مجلس التعاون. يحل مهرجان بريدة عاصمة التمور هذا العام بحضور لافت وبرامج قيمة وتغيير جذري في منظومة العمل والآلية التي يحرص المنظمون من خلالها على إحداث التطور الذي سيسهم في تنشيط حركة السوق اليومية. جهود جلية من خلال هذه المشاهد للساحات المجهزة والمزدحمة بنقل التمور لتصل بشكل منظم يسهل للزائرين التنقل والاختيار بين الآلاف من السيارات التي تدخل السوق يوميا. تقريبا يوميا الآن مثلا في الوقت هذا أمس واللي قبله يوميا 1500 سيارة تدخل. عدد العبوات من 250 ألف إلى 300 ألف عبوة يوميا. عندنا هنا بمهرجان بريدة التمور، المهرجان قائم كله الحمد لله على الشباب. أهم عنصر عندنا هنا الشباب، هو اللي قائم على البرنامج، يأهلون الشباب، يعلم في ناس ما يعرف طريقة التمور، كيف يدخل التمور، مجال التمور، يأهل، يدرب، يعلم، ويدعم مبلغ مالي، مبلغ 10,000 ريال يوميا، قرض حسن ما عليه أي فوائد، يدعم بهذا المبلغ ويشتغل في السوق، لما يربح المرابح له والشركة تسترد رأس المال فقط. أصوات المروجين والباعة الشباب تتهافت من هنا وهناك بأساليب مختلفة ومتنوعة تنادي الزوار لشراء ثمار نحو 70 نوعا من قوت الفقراء وحلوى الأغنياء زاد المسافر والمبحر. كل واحد طريقته الخاصة وطريقته التسويقية وكيف يجذب الجمهور، سواء يعني الزبائن، سواء نظرة عيونه، سواء تصويته، مناداته للشخص بنفسه أو ما شابه من هذا. منطقة بريدة الحاضنة لهذا المحفل السنوي تشهد حاليا نشاطا استثماريا كبير يتمثل في زوار المهرجان وما يرافقه من فعاليات عائلية وترفيهية وشعبية تستقطب مختلف الفئات. هنا في مدينة بريدة بمشاركة أكثر من نحو 70 نوع من أنواع التمور المميزة جاء بها المشاركون من مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية ليعرضوها هنا
وليختار الناس ما يشاء من أبرز وأفخم أنواع التمور في المملكة العربية السعودية. يحيى العمري لمركز الأخبار مدينة بريدة القصيم.